يسأل ويقول: إذا جئت أصلي مع الإمام التراويح، فهل يحق لي أن أخرج في الانتهاء من ركعتين أو أربع وأتمم الوتر بعدها، أم يجب علي أن أتابع الإمام حتى ينتهي من صلاة التراويح كاملة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الأفضل والأكمل أن يصلي مع الإمام التراويح كاملة ولا ينصرف إلا مع الإمام، ليحوز بذلك الأجر الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه بقوله: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فضل عظيم. أما أن ينصرف قبل الإمام بتسليمتين أو أربع تسليمات فهذا جائز لا بأس به، ويختمه بالوتر، يعني يوتر لنفسه، هذا جائز. ولكن الأكمل أن يستمر مع الإمام حتى ينصرف، إلا إذا كان له عذر يتطلب عدم إكمال المتابعة مع الإمام فإنه يصلي ما تيسر له مع الإمام ويختمه بالوتر، والله تعالى أعلم.